مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يمتاز بأجوائه الخاصة وتقاليده المميزة المليئة بالمحبة والتسامح، أكد أهالي مدينتي نبولة والزهراء أنهم شعروا أكثر فأكثر بنكهة الشهر الفضيل بعد انتشار الأمن والأمان بشكل كبير، وتوجهوا بالدعاء من الله بحفظ الوطن من كل سوء. نحن في سوريا يعني عم نعيش أجواء المحبة، أجواء رمضانية، الناس عم تتبضع والناس يعني عم تشعر بالفرحة وبنكهة رمضان أيام زمان. نحن في نبول هون جايين ناخذ حلويات والمعروف والسوس تمر هندي، أكلات رمضان يعني، والله يعيده علينا وعليكم بالخير والصحة والبركة، وكل عام وأنتم بألف خير. وبهالمناسبة الفضل الشهر الكريم يعني ندعي للشباب وللأمة الإسلامية ولسوريا ولكل دولة تحت القصف وتحت هذا بالنصر. حالة من الفرح والسرور يشعر بها الأهالي في هذا الشهر الفضيل الذي باركه الله نتيجة التلاحم والتكاتف والثقة بالنصر وبالخلاص من الإرهاب بهمة الجيش العربي السوري. واثقون نحن بالنصر المؤزر للجيش العربي السوري والانتهاء السريع من الأزمة إن شاء الله ببركة هذا الشهر الفضيل. هذا تأكيد على وحدة ولحمة الشعب السوري جنبا إلى جنب خلف الجيش العربي السوري وخلف القيادة الحكيمة المتمثل بسيادة الرئيس دكتور بشار أسد، ونحن صامدون حتى تحقيق النصر في كل أراضي الجمهورية العربية السورية ودحر الإرهاب عن أراضينا بإذن الله تعالى. سنوات الحرب التي مرت على لم تغير من عادات وتقاليد أهلها التي تمتاز بالإلفة والمحبة، وخاصة في شهر رمضان المبارك. في شهر المغفرة والتسامح شهر رمضان، يؤكد السوريون مرة أخرى تمسكهم وترابطهم في وجه كل ما يحاك ضدهم. للإخبارية السورية مصطفى كوسة، ريف حلب.